5 ياسين مرياح، 17 زكريا العايب، 8 حسام طقاع، 6 يوسف أومارو، 11 أسامة بوغرة، 10 يان ساس، و9 رودريغو رودريغيز والمدرب طارق ثابت. من جانب أصحاب الأرض والجمهور، الاتحاد المنستيري، البشير بن سعيد يحمي العرين، 20 ياسين الشيخوالي، 12 فرات السلطاني، 5 الإفواري فابريس زيغي، 4 وائل بن عثمان، 21 هشام بكار، 16 موزيس أوركوما، 14 على الدين دريدي، 10 فيصل مناعي، 17 بلال آيت مالك، و9 بوباكار تراوري والمدرب محمد الكوكي. يدير المباراة الحكم خالد قويدر بمساعدة عمر الرياحي، رياض بوشلاخم، والحكم الرابع سفيان الورتاني. المواجهة 98 بين الفريقين في إطار البطولة، 11 انتصار للاتحاد المنستيري، 55 فوز للترجي و31 تعادل. أكيد لقاء منتظر، ودخلت جماهير الاتحاد المنستيري مقاومة أبدية، النصر لأصحاب الكوفية. هذا شعار ملعب أولمبي بن جنات، نصرة للقضية الفلسطينية، مقاومة أبدية، النصر لأصحاب الكوفية. بعد لحظات مشاهدينا الكرام، دقيقة صمت ترحما على شهداء غزة وشهداء فلسطين.